تختار لي دور ايه اعمله في تاريخ السينما ابقى الاقي عليه من وجهه نظرك في الحاجات اللي احنا عارفينها كتير. الحاجات المشهوره في تاريخ السينما. اختار لك دور حسن يوسف في كل افلام الثلاثات. مع ان انا اطول منه بس انا فهمت. معلش على الروح بجد الروح. حسن يوسف ده ادوار لذيذه قوي جدا يعني. ده عمل مكتبه لطيفه في الوقت ده. حلو ماشي موافق. احنا نلعب بقى فيلم تاني. ايوه احنا هنبوظ كاست سهر الليالي. يا سلام. حلو هنخليه كوميدي بس. واحنا بقى ايه انا جايب لك احنا في رمضان بقى ما ينفعش. ما ينفعش اعمل كده. انا كده من زمان جدا ما اكلتش خشاف بجد. ده بقى خشاف بيتي من بيتنا ويعني انت مش فاهم. بالحب. هو معمول بالحب. حلو. وكنافه بالمهلبيه دوق منها حته. نعم. استنى يلا بينا. بالظبط. انا كمان برضو انا سنة يمين. فيلم سهر الليالي. مش هعتذر لصناع العمل لان هو معايا. بيدي. لا بيدي يا عم. تعالى نبدا بالثنائي بتاع شريف منير وعلا جاني. مصطفى خاطر وهي مين بقى يا سيدي؟ نسرين امين برضه. ونسرين امين. مش مين بقى مكان فتحي ابواب ومنى؟ ممكن مين؟ انا شايف طهر ابو ليلى. لا انا طهر ابو ليلى كنت خليه علي من الناس الكويسين لو سمحت. خالد ابو اللعب. انت ليه حرقته؟ ليه حرقته؟ خلاص خلينا مع علي بقى. يبقى هو طهر ابو ليلى. علي مين بقى؟ جيهان فاضل. جيهان فاضل. ما ناخد ايمان السيد مثلا. ما انا هتعمل دور عمرها. لا بس انا كنت محوش بدريه برضو. بس يعني كنت ممكن تبقى بدريه جدا. براحتك انت. بدريه طلبه. يبقى طاهر وبدريه. عشان طبعا. كمان على الحصان وبتاع. هيبقى في شغل كده. وكت عليه وهو بيقول لها تشوف. اجيب لك انو بقره. عايزه انو بقره اجيب لك. مين حلمي وحنان ترك؟ طيب حنان ترك علا رشدي خلاص. وداود. وداود. كاستنج ممتاز. دمرت فيلمك احييك. مش بقول لك بايدي. كت ادونا فرصه ناكل خشاك. انا مضطر اقفل. وانا هلعين بس. لو كان ده حلم يا ريته يطول. لو كان ده حلم يا ريته يطول. علشان نفضل نحلم كده على طول. يا لهوي.